قبل لا ابدا، طبعا انا لابس ابيض نوعا ما، اللون الابيض تضامنا مع بانينجا لاعب الشباب وتضامنا مع جمهور الشباب طبعا. اي نعم طبعا، وايد من الاخوان ربع مبارك الدوسري وغيره يسالون رده فعلي شنو راح اقول، شلون حالتي. انا دائما اقول هالكلمه دائما، لما تخسر بهالطريقه ارفع راسك واستانس. انا اللي اقوله حق جمهور الشباب، لما تخسر في هذه الطريقه افرح واستانس وارفع راسك. نتيجه ثقيله وما راح اعلق. اي ارفع راسك. انا بعلق على تغريده ابن بانينجا. ابن بانينجا كتب تغريده في تويتر، ايش كاتب؟ يقول 7 مايو، طبعا هذه تغريده ابن بانينجا بعد مو انا، يقول 7 مايو حدثت اكبر عمليه سطو في موسم 2021، الهلال يفوز عن طريق شراء الحكام. طبعا مو كلامي، كلام هذا ابن بانينجا، وان هذا رايه يحاسب عليه امر اخر، لكن انا اتكلم رده فعلي ما راح اعلق عقب تعليق بانينجا. بعد لا تقولون يدور اثاره ويدور شو ويبي الاثاره على حساب الهلال ولا هذا ابن بانينجا. عندكم شيء روحوا الاثاره الفارغه تركناها حق مبارك الدوسري وربع الهلاليه. احنا اثارتنا اثاره على حق ومنطق وحقائق وادله. مره اخرى اقول حق جمهور الشباب ارفع راسك، خسرت بطريقه مثل هذه الطريقه لا تزعل ولا تضايق، هذا امر يعني ما راح اعلق اكثر. خل نروح حق